اهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بلقانا اكيد مع البطل صالح الشرباتي. وطبعا اليوم بينضم لنا على الهواء مباشره المدرب الوطني فارس العساف، مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو. صالح، يعني المدرب فارس كان حابب يكون معنا بس يعني شوي الوقت داهمه، فرح يكون معنا الان على الهواء. يسعد مساك واهلا وسهلا فيك كابتن، ويعطيك الف عافيه ومبارك هذا الانجاز. مساء النور، مبروك لكم. الله يسعدك. يعني طبعا صالح موجود معنا اليوم بالاستوديو، ويعني حابين احنا هيك نسمع منك اكثر عن صالح وعن المسيره اللي كنتوا فيها مع بعض. يعني بالبدايه، يعني تعرفي انت يعني ما شاء الله مثلا فضيل الأولمبياد هو أكبر محفل رياضي على بالرياضة كلها، يعني أي رياضي بحلم أنه هو شارك. حلم لأي رياضي أكيد طبعاً. حلم لأي رياضي أنه شارك، كيف لما أنت تحصل ميدالي بالأولمبياد، وخصوصاً أنه صالح عمره صغير، يعني عمره 22 سنة ممكن شارك كمان مرتين بالأولمبياد، هو استثمار ناجح للرياضة الأردنية. وصالح يعني برضه عمره تدريبي مش كثير كبير، يعني هو بلش كثير، يعني فهذا الحكي راح يفيده بالمستقبل ان شاء الله، راح يضل المستقبل اكثر، لانه بالعاده باللاعب اللي بلش صغير اكثر احصائيات اللاعب اللي بلش عمره صغير ممكن هي صغير، بس اذا بلش عمره كبير ونجح يطول لفتره اكبر، وهذا يعني راح يكون لصالح صالح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كابتن، يعني الضغوطات صارت عليك اكبر بعد هذا الانجاز، يعني هل انت مستعد لكل ما هو قادم؟ يعني تفضل. شوف الرياضة، يعني الرياضة أنا بالنسبة للرياضة تكون ما بلشت وإحنا بالضغط، لأنه يعني دائما بطلب، هي الرياضة الوحيدة اللي بطلب منها بأي مكان تروح تجيب إنجاز، يعني تكون عندها إنجاز بالأولمبياد، عندها إنجاز بالعالم، عندها إنجاز بآسيا، هذا الحكي جديد عليك ضغوطات، جديد عليك ضغوطات، وحمد أتحمل المسؤولية، يعني خلاص تعودت الشعب على النتائج، فلازم تظل حامس الرتم ولا تزيد من النتائج، لأنه هاي الرياضة هيك خلاص عودت الشعب على النتائج. يعني كابتن، أنا يعني بدي أسأل صالح عنك، يعني حتى بوجودك صالح، يعني علاقتك مع الكابتن فارس، هي أنت قلت لي هو الشخص اللي أمن فيك وبلشتوا مع بعض، فاحكي لنا أكثر عن هالتجربة. أنا بدك علاقة جوا التدريب ولا برا التدريب؟ أكيد لازم تربطكم علاقة شخصية كمان، مش بس مشان نعرف جوا التدريب. لا جوا التدريب أحسن، خلينا أنا هيك بحكي. جوا التدريب بس فارس يعني كتير شديد صراحة، ويعني دائما عصبي بالتدريب، بده ايانا نعمل احسن اشي، بده ايانا نعطي احسن اشي بالتدريب، فجوة التدريب صارم، العلاقة شوي متوترة، بس برا التدريب هو يعني كأخ كبير، ويعني هو اللي بوجهني على الصح، هو اللي بنصحني صراحة، فشوس فارس يعني ما في زيه، يعني بالنسبة لانه اخد جائزة ب 2016 انه تاني احسن مدرب. فهي لحالها بتكفي، وإحنا بنظرنا هو أحسن مدرب بالعالم من ناحية خطط باللعب بطولات، ومن ناحية تدريبات، فعلاقة خارجية كتير منيحة، بس داخل التدريب الوضع موتر شوي. شو كابتن، عصبية؟ أنا صراحة بحب أدرب كثير، فمرات صالح درنا عليه قبل التدريب بحكي الله يستر، بيقول لي تزعجي أبصر إيش نعسان، بتوتر إذا أشوف رقمه قبل التدريب. كابتن، يعني إحنا شفنا بالفيديوهات مش بس نطة صالح اللي القفزة العالية جدا، وأيضا شفنا فرحتك كمان الكبيرة استلام الميدالية الفضية، وزي ما حكيت يعني عمر صالح التدريبي لم يكن بالسنوات اللي إحنا يعني عهدناها لأي بطل، فكيف كان شعورك لما أخذت الفضية؟ والله شوفي الشعور، يعني الفرحة اللي عملتها هي تعبر عن يعني مدى التعب اللي بدناه بالسنوات الماضية، يعني إحنا زي ما حكيت صالح بداية البرنامج، إنه إحنا مثلا لما الناس كلها العالم كلهم كانوا قاعدين ببيوتهم، إحنا كنا قاعدين بروسيا بنتدرب. صح. حتى لما رجعنا مثلا عشان إحنا كنا حاجرينهم مكان معين، ظلهم يتدربوا وما بيشوفوا لا أهلهم، ما بيشوفوا قرايبهم حتى، يعني لا. والله يا كابتن استغليت الكورونا أنت. يعني يمكن إحنا الفريق الوحيد استغل الكورونا. فعلا، وهينا شفنا النتائج. الحمد لله. فعلياً الحمد لله، يعني إجت هي لصالح، حصل لصالح صالح، يعني إجت لأنه بالسنة هاي اشتغل وطور بحاله، حتى الناس بالأولمبياد كانوا متفاجئين من حركات جديدة اللي عملها، يعني هو مباراته مع الأوزبكستاني أخذ ثلاث حركات، والأوزبكستاني ما كانش يتوقع إنه صالح يلعبهم، لأنه صالح قبل سنة ما كان يلعبهم.
والله يا صالح يا لعيب. طيب اكيد احنا بدنا كمان نوجه تحيه للاعبه جوليان صادق اللي احنا دائما بنحكي المشاركه تكفي بالاولمبياد ودائما بنحكيها بكل الالعاب بكل شيء، يعني اي حد رياضي واي حدا لعب رياضه معينه بيعرف قديش المجهود الكبير اللي يبذل لاي حدا يشارك بالاولمبياد، يعني الحصول على ميداليه هو يعني هذا أكبر حلم، ولكن المشاركة وحدها تكفي. فبنا نحكي عن جوليان الصادق اللي أدت دور كبير كمان، تحكي لنا عن مشاركتها بشكل أكبر. يعني بداية زي ما أنت حكيتي أنه مشاركة بالأولمبياد هي تعتبر يعني إنجاز، لأنه اللي شارك في كل وزن أفضل 16 لاعب بالعالم، وهي كانت في البداية من أفضل 16 لاعب بالعالم، حتى مباراتها انتهت في الأفضلية، يعني بعد تعادل 7-7 وتعادل نقطة هي انتهت مباراتها بالأفضلية. وجوليانا صادق عندها إنجازات، يعني ما شاء الله عندها ذهبية الأسياد، هي اللاعبة العربية الوحيدة، عندها ذهبية آسيا للسيدات قبل شهر، عندها برونزيتين من تلاند بريف، عندها إنجازات، هي مثال صراحة بعتبرها لأي لاعبة تلعب رياضة بالتايكوندو، يعني هي ما شاء الله مثال لأنها عندها إنجازات يعني فريدة من نوعها رياضة التايكوندو والرياضة العربية، فهي بصراحة من اللاعبات اللي ما شاء الله يعني إحنا نعتبرها مثال، وإن شاء الله هي راح تعوضها وإن شاء الله بطولة العالم الجاية بتجيب ميداليات إن شاء الله. مخططاتك لصالح بإذن الله كابتن، يعني بعد الأولمبياد وبعد الفضية إلى أين ستذهبوا؟ يعني إحنا الشهر يعني إن شاء الله بكرة بعد بكرة حين التصنيف الجديد صالح نتأمل راح يكون ثاني ثالث، بس إحنا عندنا تأهيل مباشر من أول ستة نحاول نتأهل من أول ستة عشان لطوكيو لباريس آسف نتأهل من أول ستة تأهيل مباشر، ولأنه لما يكون متأهل من دارس من أول ستة من أول هاي راح يكون القرعة عنده أسهل، حتى باريس راح يكون إنه مشواره بالمداري أسهل، يعني مرة هاي هو اضطر يفوز على ناس مصنفين أعلى منه عشان يجيب ميدالية، المرة الجاي هو راح يكون مصنف أعلى وراح يكون أكثر برضه بالطريق عندنا بطولة عالم وعندنا الأسياد وعندنا بطولات كثيرة إن شاء الله راح يحقق فيها نتائج وراح يزيد من رصيده بالسيدي تبعه اللي ما شاء الله هو حافل أكثر يا رب. وإحنا إن شاء الله ب 2024 لا كورونا ولا مش كورونا حاملين حالنا وجايين نشجع صالح لايف كمان بإذن الله إن شاء الله. كابتن كل الشكر لإلك، المدرب الوطني فارس العساف يعطيك ألف عافية وبارك الله جود، تحياتنا لإلك أهلا وسهلا فيك. يعني صراحة صالح لما يكون عندك هيك